بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكارم، مع سورة الأحزاب، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. الآن الإنسان إذا استفاد من الكون استفادة مادية، وما استفاد منه في معرفة الله، فقد عطل السبب الأول لخلق الكون. الدليل: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. في آية ثانية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ قال: لتعلموا. خلق الكون لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني العلة الأولى لخلق الكون هو أن تعرف الله عز وجل. فإذا لم تهتم بهذه الناحية واهتممت كيف تستفيد من هذه الأرض، وكيف تستخرج الثروات، وكيف تربح، وكيف تسعد في الدنيا، فقد عطلت الهدف الأكبر والأول من خلق الكون. إذن الكون هو المقوم الأول. اثنين: العقل هو المقوم الثاني. الله عز وجل أودع في الإنسان عقل، يتوافق العقل في مبادئه مع مبادئ الكون. بالكون في نظام السببية، والعقل لا يفهم الشيء إلا عن طريق سبب. الكون في نظام أن كل شيء له غاية، والعقل لا يفهم الشيء إلا بغاية، غاية كافية لوجوده. الكون ليس فيه تناقض، والعقل يرفض التناقض. فالعقل أداة معرفة الله عز وجل، مناط التكليف. فأنت إذا فكرت في الكون عن طريق العقل الذي يتوافق مع بنية الكون تتعرف إلى الله عز وجل. فالعقل مقوم من مقومات حمل الأمانة، والكون مقوم من مقومات حمل الأمانة. الإنسان لولا هذه الشهوات التي أودعها الله فيه كيف يرقى إلى الله؟ كيف تحس أن الله يحبك؟ إن لم يودع فيك شهوة، وإن لم تعاكس هذه الشهوة، أودع فيك حب النساء، فكيف ترقى عند الله عز وجل إن سرت مع هذه الشهوة؟ إذا غضضت بصرك عن محارم الله، إذا ترفعت عن مال حرام، إذا أنفقت المال المحبب في سبيل الله ترقى. لولا الشهوات لما ارتقى الإنسان إلى رب الأرض والسماوات. وعن طريق الشهوة يرقى مرتين: يرقى مرة صابرا، ويرقى مرة شاكرا. فإذا أخذ ما أبيح له يشكر فيرقى، وإذا ترك ما نهي عنه يصبر فيرقى. إذن الكون مقوم، والعقل مقوم، والشهوة مقوم. أودع الله فيك الشهوات، هذه الشهوات يجب أن تعلم علم اليقين ما أودعها فيك إلا لترقى بها إلى الله عز وجل. أبدا ما أودعها فيك إلا لترقى بها إلى الله عز وجل.
شيء رابع، خلق الكون وأودع فيك العقل وأودع فيك الشهوات وفطرك فطرة عالية نقية بيضاء ليلها كنهارها. إذا انحرفت عن طريق الحق تشعر بانقباض. كل الآلام التي يتحدث عنها علماء النفس، تارة وخز الضمير، تارة الانقباض، تارة الكآبة، ما هي إلا الفطرة التي خلقها الله عز وجل، فإذا حدت عن منهج الله عز وجل عذبتك فطرتك وأنت لا تدري. إذا في كون، في عقل، في شهوة، في فطرة، هذه التي تحدث عنها الله عز وجل فقال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الفطرة، دعك من كل علم، إن أخذت ما ليس لك تشعر بضيق، إن أسأت إلى والدتك تشعر بضيق، إن ظلمت إنسانا تشعر بضيق، إن أسأت إلى حيوان تشعر بضيق. ما هو الضيق؟ هي آلام الفطرة النقية. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أعطاك الله كونا، وأعطاك عقلا، وأعطاك شهوة، وأعطاك فطرة، وأعطاك قوة فيما يبدو. بإمكانك أن تقوم وأن تسير وأن تتحرك وأن تقول وأن تفعل شيئاً، أعطاك قوة وشهوة وفطرة وعقل وكون. لكن لو لم تكن مخيراً وكنت مقهوراً مجبراً لا قيمة لعملك. لا يمكن أن يكون لعملك قيمة إلا إذا كنت مخيراً، لذلك أعطاك حرية الاختيار. حرية الاختيار تثمن عملك. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أن الله أجبر عباده على المعصية لبطل العقاب، ولو أنه تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. أنت مخير كمان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لو لم تكن مخيرا فلا جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب ولا عذاب ولا ثواب ولا جزاء ولا سيئة ولا حسنى، كل شيء يتعطل. فأنت مخير ومشتهي وذو فطرة عالية وذو عقل وكون سخره الله لك. لكن لعل العقل يضل ولعل الفطرة تطمس بالضبط، جعل الله لك شرعا، جعل هذا الشرع ميزانا على ميزان العقل والفطرة، فعندك كتاب، هذا الكتاب عرفك بذاتك وعرفك بربك وأطلعك على بداية الخلق، وهذه الآية من هذه الآيات، أطلعك على ما كان وما هو كائن وما سيكون، وعرفك بذات الله عز وجل. هذه كلها من مقومات التكليف. فأنت مخلوق أول، أنت المخلوق المكرم. حينما ينسى الإنسان ربه، وحينما ينسى المهمة الخطيرة التي أنيطت به، وحينما تستهلكه الحياة، وحينما ينغمس في الشهوات الدنيئة إلى قمة رأسه، وحينما يأكل ويشرب وينام ويستمتع كما تفعل البهائم تماما، فقد كان ظلوما جهولا. في الآية الكريمة: إنا عرضنا الأمانة عرض مغري على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يا ترى هل كان الإنسان بحملها ظلوما جهولا؟ أن تعرف الله وأن يصلح عملك، فعكس المعرفة الجهل وعكس الإحسان الظلم، فهو
إن لم يأخذ بما عاهد الله عليه، إن لم يأخذ هذه الأمانة فيطهرها ويزكيها ويسمو بها فقد كان ظلوما جهولا. يعني لو فرضنا أب حوله خمسة أولاد، قال لهم: يا أولادي، أتحبون أن تعملوا في محلي أو في دكاني ولكم كل شهر مبلغ تعيشون به، أم تحبون أن تتابعوا دراساتكم العليا إلى أعلى شهادة وعندئذ أمنحكم كل شيء، أمنحكم يعني مبلغا بلا حدود؟ فهؤلاء الأبناء مالوا إلى الراحة، قال: لا، نحن نعمل في الدكان ونستريح. أحد هؤلاء الأولاد قال: لا، أنا لها، أنا أقبل هذا العرض وسأحصل على أعلى شهادة في العالم. الأولاد اشتروا بيوتا وتزوجوا وعاشوا حياة معتدلة، لهم دخلهم من هذه الدكان، لكن هذا الذي قبل أن يكون في أعلى درجة علمية في العالم وتبرع أبوه له بمبلغ لا حدود له من أجل أن يعود ويحمل أعلى شهادة، هذا الشاب إن ذهب إلى هناك وغرق في الملذات والنوادي والملاهي وصاحب فتاة ونسي هذه المهمة الكبيرة التي أنيطت به، سيعود بعد حين بلا شهادة وبلا مكانة وبلا بيت وبلا دخل. هؤلاء الذين خافوا من هذه المهمة أفضل منه، أما إذا عاد بهذه الشهادة العليا ورفع مقامه في البلد وفي المجتمع سبق هؤلاء. فترى حينما قبل هذا العرض المغري أكان ظلوما جهولا؟ لا، كان طموحا، كان. أما إذا خان الأمانة ودنس نفسه كان ظلوما جهولا، ما في حل وسط. كما يقول سيدنا علي: ركب الإنسان من عقل وشهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل. الحيوان متعته مادية ولا حساب عليه، وركب الملك من عقل بلا شهوة، متعته روحية ولا حساب عليه، وركب الإنسان من كليهما من شهوة وعقل، فإن غلب عقله شهوته كان فوق الملائكة، وإن غلبت شهوته عقله كان دون الحيوان. ما في حل وسط. والدليل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير ما برأ الله. إن الذين كفروا إلى آخر الآية أولئك هم شر البرية، شر ما برأ الله. أنت مخلوق أول، يمكن أن تكون أعلى مخلوقات الكون أبدا. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أما إذا دنس الإنسان نفسه كان في أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإذا ما عرف ربه ثم رددناه أسفل سافلين. انتبه، أنت المخلوق الأول. هذا درس خطير جدا، يجب أن تعرف من أنت. أنت إنسان، لأنك إنسان معناها قبلت حمل الأمانة، وحينما قبلت حمل الأمانة أمامك خياران لا ثالث لهما: إما أن تكون أعلى كل المخلوقات، وإما أن يكون هذا الإنسان أسفل كل المخلوقات. قال: خان صاحبه. النبي الكريم وصف رجل زنى بجارته، قال: خان صاحبه. جار أوصى جاره بأهله، فلما سافر الجار جاره خانه، فجاء كلب وأكله، فقال عليه الصلاة والسلام: خان صاحبه، والكلب قتله، والكلب خير منه. الكلب خير منه. لما الإنسان بيخون تدنس نفسه، تنحط أخلاقه، يبني مجده على أنقاض الناس، الكلب خير منه. إنه ما في مكلف، الإنسان مكلف. فالموضوع يجب أن نعرف من نحن. أنا سؤال مرة طرحته: واحد سافر لبلد
ما بعتقد في سؤال أخطر من أن يقول لنفسه لماذا أنا هنا؟ لا، سافر لهالبلدة، وصل بالطائرة، ركب سيارة إلى الفندق، وصل متعب، نام تلك الليلة واستيقظ في صبيحة اليوم الأول، إلى أين سيتحرك؟ بحسب مهمته. جاء تاجر على المعامل، طالب على الجامعات، سائح على المقاصف والمتاحف والآثار. الحركة لها علاقة بمعرفة المهمة. فأنا أقول أخطر سؤال تطرحه على نفسك ويجب أن تعرفه بشكل يقيني، لماذا أنت في الدنيا؟ لئلا يتجه إلى طريق مسدود، طريق مسدود. لو لم نجب عن هذا السؤال الدقيق لسرنا في طريق مسدودة. وين ماشي؟ يجمع من الأموال الطائلة حتى إذا أصبح في مرتبة عالية ومكانة مرموقة، وحتى إذا سكن هذا البيت الفخم وهذه المركبة الفخمة وهذه المكان العالية، يأتيه ملك الموت. تفضل. هلا طريق مسدود، جاءه في أزهى لحظات حياته. أما لما الإنسان يعرف وقت مبكر لماذا هو في الدنيا، يجهد ليل نهار للعمل لما بعد الموت، فإذا جاء ملك الموت قال أهلا وسهلا، أنا على شوق، أنا أنتظرك. لك هي المشكلة هنا، كلنا سيموت، هي حقيقة، لكن المؤمن يعد لهذه الساعة، أما غير المؤمن يفاجأ بها. أعد لكل شيء إلا هذه الساعة، أعد لكل شيء عدة إلا هذه الساعة، إلا الموت أخرجه من حسابه. أما المؤمن أهمل كل شيء وأعد لهذه الساعة عدتها. ففرق كبير جدا بين رجل جاءه ملك الموت وكان طول حياته يستعد لهذه الساعة، كما قال الإمام مالك بن دينار اسمه أبو يحيى: لهذه الساعة كان دأبك أبا يحيى، خاطب نفسه، لهذه الساعة كان دأبك أبا يحيى. سيدنا سعد بن أبي وقاص لما جاء ملك الموت بكى ابنه: لما تبكي يا بني؟ إن الله لا يعذبني أبدا، إنني من أهل الجنة. الشيء العجيب إذا قرأت تاريخ الصحابة الكرام، والله شيء لا يصدق، تشعر أن هؤلاء الصحابة في أعلى درجات سعادتهم ساعة الموت. عرس المؤمن، لقاؤك في الجنة عرسي. فبين أن تسعى لمعرفة الله وتطبيق أمره والدعوة إليه وخدمة الخلق، جهدك الجهيد، دأبك العنيد أن تطيع الله عز وجل. فلذلك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني إن لم يعرف نفسه بربها، وإن لم يحملها على طاعته، وإن لم يطهرها من دنس الشهوة، وإن لم يسمو بها، كان ظلوما جهولا. كان ظلوما لأنه كان جهولا، جهل فظلم، جهل فظلم فظلم. ماذا سيكون بعد الموت؟ قال: فوالذي نفس محمد ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. يعني بالعالم في تقسيمات كثيرة، الحقيقة الصريحة: الناس جميعا مهما اختلفت بيئاتهم، مهما اختلف أجناسهم، مهما اختلفت عقليتهم، مهما اختلفت أعراقهم، معطياتهم، مراتبهم، مستوياتهم، أحوالهم، مهما اختلفت مشاربهم، الناس رجلان: مؤمن وكافر، عالم منضبط، محسن سعيد، جاهل متفلت، مسيء شقي. الأساس العلم، عالم فلما عرف ربه وعرف نفسه وعرف منهج ربه أطاع ربه، عالم مطيع منضبط محسن سعيد في الدنيا والآخرة، جاهل متفلت عاص،
مسيء للخلق شقي في الدنيا والآخرة. هذا هو التقسيم الحقيقي الذي لا بد منه. لذلك ليعذب الله المنافقين والمنافقات. المنافقين والمنافقات أذكياء، عاشوا بمجتمع إسلامي أو مجتمع ديني، فمن أجل مصالحهم نافقوا، لكنهم في الحقيقة كفار، بل في الدرك الأسفل من النار. والمشركين والمشركات ما رأوا ربهم هو كل شيء، رأوا آلهة كثيرة في الدنيا، خافوا من زيد ومن عبيد ومن فلان ومن علان، تشعبت نفوسهم. قال عليه الصلاة والسلام: اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. حينما أشركوا بالله عز وجل تمزقوا وتبعثروا وتشرزموا وخافوا. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. يعني أيها الإخوة الأكارم، يعني شيء مألوف جدا، الإنسان يستهلك، تستهلكه الدنيا، من عمل لعمل، من لقاء للقاء، من اجتماع لاجتماع، من مشروع لمشروع، يأكل ويشرب ويعمل ويكسب ويتعب نفسه، يأتيه الموت ونسي لماذا هو في الدنيا، نسي مهمته كلها. فلذلك هذه الآية تعريف بهوية الإنسان: أنت المخلوق الأول، أنت المخلوق المكرم، اسمع، الكون كله مسخر لك، بنص القرآن الكريم: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما دام الكون قد سخر لك، والمسخر له دائما أكرم من المسخر، أنت مسخر لك الكون، أنت المكرم. أعطاك الله عقلا، أداة المعرفة، ومناط التكليف، ومناط المسؤولية. بإمكانك أن تؤمن بالله وبكتابه وبرسوله، هذا هو العقل. يأتي النقل ليعرفك ما عجز عقلك عن إدراكه، هذا هو التصديق. النقل يغلب أن يكون في الماضي السحيق، في المستقبل البعيد، في ذات الله عز وجل. وهذه الآية تبين لنا ماذا كان في بدء الخليقة: تم عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أبين أن يحملنها، أشفقن منها حملها الإنسان. إن قام بهذه الأمانة على خير ما يرام لم يكن ظلوما جهولا، بل كان عالما صالحا، آمنوا وعملوا الصالحات، عكسا جهلوا وأساؤوا، ظلوما جهولا. وإن نسي الأمانة ولم يطبق أمر الله عز وجل وأهمل نفسه، أبقاها جاهلة، أبقاها مدنسة، أبقاها غارقة في الشهوات، إنه كان ظلوما جهولا. النهاية معروفة: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. والحمد لله رب العالمين.